يقول ما حكم استخدام المزيلات التي تزيل الشعر ثم لا يرجع الشعر مرة أخرى؟ هذا يرجع فيه إلى الطبيب، فإذا قرر الطبيب أو قال الطبيب إن هذا ما فيه مضرة على صحتك في المستقبل فلا مانع، أما إن قال الطبيب إن هذا فيه مضرة عليك في المستقبل فلا يجوز لك أخذه. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم.